سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم غنوريكم بعض المواقع اللي كنشري منهم انا الادوات ديال الخياطه او اللوازم ديال الخياطه. نبداو على بركه الله. اول حاجه مي كنشري انا الخيط ديال الكيلو. الخيط ديال الكيلو هو كيف ما كتعرفوا هاد الانواع ديال هذا الخيط هذا او بحال هذا. هاد الخيوط هادو كيتباعوا بالكيلو. كيفاش بالكيلو؟ يعني كتختار اللوانات اللي خصك وكيوزنوا لك، وكيكون على اغلب الاحيان يعني من 20 درهم حتى 30 درهم من الكيلو. كيفاش من الكيلو؟ الا كنت انا ما كنحتاجش من بزاف واخا نشري غير وحده. دابا مثلا انا غنشري مع دمول الخيط، هذه جديده غنشريها انا 2 دراهم. هذه غنشريها متاع ديال الخياطه، المتاع ديال فين كنشري بكيلو غنشريها 2 دراهم. يعني هذه شحال غدوز لي وهذه شحال غدوز لي. هذه تقدر دوز لي 2 بياسات حتى 3 بياسات. هذه الا خدمت بها يعني واحد بياسه بركه عليها. لهذا نشريو حنايا بالاحسن، وعادك الجوده ديال الخيط احسن، لان الخيط ما كيتقطعش بصعوبه. مين كنشري انا هذا الخيط هذا بكيلو؟ كنشريه انا مكسبرطه متاع ديال التوابات. ملي تجي كسبراطه غتقنوا فين المتاع ديال التوابات اللي كنسميوه حاليا في اللوجه. عاد تدخل ديك المتاع، عاد جبر التوابات، عاد جبر اللي بغيتي. كاين الحاجات ديال العقيق اللي عاد جبرهم حتى تما. هذا هما البلايص ديال اللي قلت لكم فين عاد تجبر نتينا هذا الخيط هذا، وتجبروا التوابات بالكيلو او بالمترو. يعني هذا المتاع هذا في طنجه، انا كنهضر على طنجه، متاع كسبراطه متاع ديال التوابات. هذا هو الخيط اللي انا كنتسخر منه. كاينه بعد التوابات اللي كنشريهم بالمترو او بكيلو. كنجيو حنايا الجوهر، الجوهر اللي فري مي كنشريه انا. انا كنشري كاينه بجوج د المواطع، كاينه دريسيه، كاينه قيصريه بحوت، وكاينه عين قطيوط. عين قطيوط انا كنشري من عند واحد السيد جا قدام ستوب سميتو حافظ. واخا انا هاد الانسان هذا كنتسخر منه، يعني ما عنديش معاه شي خدمه او شي حاجه، ولكن الصراحه انا كنتسخر من عنده وكنجبر عنده بزاف ديال الحاجات مزيانه. كنتسخر حتى من قيصريه سوريا، حتى واحد كيبيع الحاجات مزيانين. والموزون هذا حتى هو كاينه بطريقه الجوده ديالو مزيونه، وحتى القياسات يعني كاين جميع قياسات وفين تختار. حنايا كنجيو وكاينه بنات كيسقسيوني، كاينه رضاين بحال هكذا او الحاجات فين غيحتفظوا بالعقيق ديالهم فين يجبروهم. انا كنشريهم كاينه في مرجان، وكاينه في بريكولاج، وكاينه حتى ملي كنهودوا في المدينه ساحه سعود ابريل بحال يهودين من البلاصه اللي كيشرو منا الحوت، وتما نتحت شويه كاين الناس اللي كيبيعوا الحاجات ديال الصياده، عجبر عندهم هادو بالطايات كاملين. هذه فيها جوج جهات، فيها الجهه هذه وفيها جهه هذه. ها هي مفتحه لكم تشوفوها، ها هي تعملوا فيها هنايا وهنايا 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 وهنايا. يعني بالاحسن تعملوا فيها الحاجه غليطه كيف ما كتشوفوا ملي كتشدوا، يعني يمكن يتخلطكم الحاجات. يعني تعملوا الحاجه يعني كغليطه كزمرد زمرد، لان ما يقدرش يمشي من هنا. ما تعملوش فيها الموزون، لان الموزون عيترش لكم كامل. ومي كنشري انا الجوهر ديال العبر، كنشري من جوهر ديال العبر، كنشري من 3 ديال المواطع، كنشري مع بنديبان مع تما واحد جوج الحوانات انا كنتسخر من عندهم سواسه. الصراحه الله يعمر السلعه. وكنتسخر من عند في السوق د برا نتاحيت، كاينه واحد الموطع كيتسمى باب الفحص. عتسقسي على الناس اللي كيبيعوا الادوات ديال الخياطه، تما واحد 4 الحوانات او 5 الحوانات هما الصراحه عندهم ديكشي مزيون. وكنتسخر حتى من الجهه ديال كسبراطه في تر جديد عند واحد السيد كنتسخر من عنده. كاينه تما جوج الناس كيبيعوا موطع كيتسمى تر جديد. هادو الموطع اللي كنتسخر من عندهم انا. اللي هذا يتقدر شي وحده تكون جات من طنجه او لا بغات تسخر من طنجه وما كتعرفش الموطع. كنتمنى نطلبكم واحد الطلب، هو اللي كتسخر من شي موطع او كتعرف شي موطع تكتبوا في الكومونتير، سواء كانت مدينه طنجه او في المغرب او خارج المغرب، لان بزاف ديال الناس خصهم يشريو الحاجات ولكن الصراحه كتحرف لهم. قبل ما نسالي واحد السيده ما جبرتش هذا
ويعني وكتبات لي في الكومنتير. الصراحة بقات فيا هاد السيدة هادي، هاد السيلو هذا هو اللي كنعاودو نرشمو به باش الرشمة كتبان لينا مزيان. هاد السيلو هذا انا شريته عند مول الخيط في طنجة، ولكن قالوا لي بعض الناس بان كيتباعو حتى في المكتبات. ما تخسرت شي حاجة، سقسي المكتبات. هذا ماشي ستيلو، هذا هي دخلاني د ستيلو، يعني ستيلو كيتباع شي 25 درهم، هذه هي التعميرة ديالو. كنتمنى نكون فيتكم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.